هذه الصفة العظيمة التي يدل على عظمها أمور. أولها أن الله عز وجل وصف نفسه بها، ومن ذلك أن الله عز وجل جعل له اسمين مشتقان من هذه الصفة وهي الرحمة، على القول بأن الأسماء تشتق من الأفعال، فإن الله عز وجل من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وهذان الاسمان يبتدأ بهما في كتاب الله عز وجل. حينما يقرأ المرء كتاب الله عز وجل فيشرع له أن يبدأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت إذا جئت بهذه اللفظة أي بسم الله الرحمن الرحيم فإن أول حرف فيها وهو الباء هو للاستعانة بهذه الأسماء العظيمة التي سمى الله بها نفسه وللتبرك بها. وهذا يدلنا أيها الموفق على عظم هذا الاسم الذي اختصه الله عز وجل لنفسه وهو الرحمن، والاسم الثاني وهو الرحيم الذي ربما شركه به غيره من الخلق، وأكمل من شركه به من الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله عز وجل في وصف نبيه وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. المقصود أيها الموفق أن هذه الصفة من صفات الجبار جل وعلا هي الرحمة، صفة عظيمة من تأمل فيها ونظر في أفعال الله عز وجل زاد يقينه بربه جل وعلا وكثر تعلقه به سبحانه وتعالى، فإنه أرحم الراحمين جل وعلا. وإن ما يتراحم به الناس في الأرض من رحمة فإن الله عز وجل له من الرحمة أضعاف أضعافها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق رحمة يتراحم الناس بها، واختص الله عز وجل لنفسه بمئة رحمة.